عندنا لهنا المكونات يعني حليب يكون دافي شويه، زيت، عظم، عندنا الخميره والسكر وعندنا الفرينه للطحين. بالضبط. فاول حاجه باش نحطوا كل السوائل نحاول مثلا نحل الخميره في شويه حليب. اوكي، نحط الخميره لهنا ونخلطها وبعد نضيف عليها كل السوائل. والله شطوره يا رجعت الثقه في النفس. بس كيف بتحبي تعملي الحلى اكثر؟ هو نحسه اسهل يعني، خاصه هذا اليو خلط كل السوائل، زيد عليه الفرينه واحلى بارت التشكيل. بعد تنشوف كيف نشكله. تمام، روعه. حطيتي شويه الحليب، حطيتي فيه الخميره، ولازم الحليب يكون شوي دافي. يا عم شن نحلو الخميره. الخميره وثلاث حبات من البيض. نحط لهنا الزيت. اوكي، صار عندنا كل المكونات السائله انحطت اوريدي. بالضبط. والله سهله الوصفه، ما في كثير. هو سهله قدير، وما فما حتى الناس ما يحبوهاش يعني. اليويو كلنا نحبوه. نزيد عليه لهنا السكر. وكما شفت انا على وصفه امي، عينك ميزانك، حابه اكثر سكر اقل سكر كما حابه. بما انه حترجع تتغطس بالقطر، خلينا اقل سكر وبعدين بنزيد. بالضبط. ممكن بدك بلش نزيد لك الطحين وحاليا شوي. بالضبط، نبدا نزيد في الفرينه لين نحسوها يعني شوي شوي وليت عجينه ممسوكه. فبعد ما تخلط بعد تولي عجنه، نولي نعجن باليد. اما حاليا اذا عندكم عجانه كهرباء احسن. هو احسن واما احلى، كي يبدا فيها الروح، كي تبدا معجونه باليد. ايوه صح، معك حق. نحن اليوم هاي العجينه اللي هلا عم نحضرها بعد ما بتنعجن بتاخذ شويه وقت قلتي بالعجانه. لازم ترتاح، لازم ترتاح يعني تقريبا خلينا نقول نص ساعه. هي اي عجينه فيها خميره لازمها ترتاح تاخذ وقتها. صح، شو هالمعلومات هي؟ شفت؟ موجودين المعلومات ولو. طيب، عندنا هون العجين، هي اللي انت حضرتي لنا اياها قبل شوي وخليتيها لحتى ترتاح. خلينا نشوف ملمس العجين. شوفوا كيف تكون يعني تكون ممسوكه هيك فلوفي كيوت. طيب قلتي انت اليوم انه كنت عم بسالك لما تخيلت انه هي شبيهه بالدونت، قلتي لي الدونت، قلتي لي انه بتكون بتشبه بس بنسويها بالايد ما بنستعمل قطاعه. بالضبط، فحبيت صراحه هالفكره. وانت حتورجينا كيف تتحضر وكيف تنقلها. فاذا حسيت انه العجينه هي شويه تتلصق بما انه فيها سكر يعني ستيكي، فنحطوا زيت في ايدينا وناخذ كورة نكوروها بهالشكل. حلو. كوري كوري، هذه ماي فيفورت بارت. يمكن كنتي قبل تكوري وانا صغيرة. بالضبط. ومن بعد في النص تعمل حفرة انت نكمل نكور فيها يعني. شوفوا كيف الشكل الكوري. اوب كور، صار فيها فتحة من الوسط. بالضبط، يعني على اساس دونت صغرون. فيري نايس. انت شبهتيها بالجيمات او بال يعني لها مسميات كثيره. لانه بترجع بتنقلها وبتنحط بالقطر. بالضبط. في لها